ونكمل هذه التغطية في الحرة ليلة من نظرة الولايات المتحدة لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب. فمنذ أسابيع وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى إلى وضع استراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب دون أن يصل المسؤولون الأمريكيون إلى تصور كامل لتلك المرحلة بحسب ما ذكرته مجلة بوليتيكو. فما السيناريوهات التي تعدها الإدارة الأمريكية لمستقبل القطاع بعد انتهاء الحرب؟ وما طبيعة دور السلطة الفلسطينية المرتقب وفقا للمخطط الأمريكي؟ وكيف تواجه واشنطن الرفض الإسرائيلي لأي دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية في غزة؟ وماذا عن المساعي الإسرائيلية للحفاظ على دور أمني في القطاع؟ تلفت المجلة إلى سعي الإدارة الأمريكية لإعادة بناء قطاع غزة بشكل على عدة مراحل، تبدأ بإعادة إعمار ما تهدم. وهنا تلفت الصحيفة إلى صعوبة هذا الأمر. تقول بحسب مصادر لبوليتيكو فإنه من الصعب للغاية حساب تكلفة إعادة إعمار غزة، وهي تقول أن تقديرات الخبراء لحجم الدمار والإعمار تتعدى مرحلة 100 مليار دولار في حال انتهاء الحرب اليوم. هذا فيما يتعلق بإعادة الإعمار، غير أنه المهم بالنسبة للإدارة أيضا ما يتعلق بالحكم في قطاع غزة بعد الحرب، حيث تميل الإدارة إلى أن تقوم السلطة الفلسطينية بإدارة القطاع دون إعطاء المزيد من التفاصيل، وهو طرح يصطدم حتى اليوم بمعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن الخطوة الأولى لإعادة بناء السلطة في غزة تكمن في تثبيت الأمن في القطاع. وتقول المجلة في هذا الإطار إن إحدى أطروحات إدارة بايدن بنشر قوات عربية على القطاع وعلى حدوده، لكنها وجهت بمعارضة عربية وصفت بالشرسة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من واشنطن جويل رابين، الدبلوماسي الأمريكي السابق والمساعد الأسبق لوزير الخارجية الأمريكي. كما ينضم إلينا من تل أبيب ألون لائيل، الدبلوماسي الإسرائيلي والمدير العام الأسبق لوزارة الخارجية. ومن القدس خليل تفكجي، عضو الوفد الفلسطيني المفاوض السابق. أهلا بكم جميعا. أبدأ من ضيفي من الولايات المتحدة. يعني سيد رابين، بعد التحية، كيف تنظر الولايات المتحدة لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب؟ شكرا لهذه الفرصة، وأثمن هذا الحوار لأنه حوار قائم اليوم في واشنطن، وهنالك جدل عن ما يجب أن يتم بعد النزاع. وكما أشرت بأن الرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سلبي تجاه أي دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذا يغير لموقف إدارة الرئيس بايدن، لأن موقف الإدارة الأمريكية يؤكد على إقامة دولة فلسطينية للفلسطينيين. ومن الأمور المهمة أيضا والأفكار التي طرحتها إدارة الرئيس بايدن هي أن تقوم بهذا الدور السلطة الفلسطينية، وأشاروا إلى سلطة فلسطينية عوضا عن السلطة الفلسطينية. وسأذكر أمر أخير أيضا، بأنه لا يفاجئ أي شخص بعدم الوثوق بقدرة الرئيس عباس بالمضي إلى الأمام، كما هنالك عدم ثقة في واشنطن كذلك برئيس وزراء نتنياهو في إسرائيل. ولكن في واشنطن هنالك إيمان في الإدارة الرئيس بايدن بأنه يجب أن يطلع الفلسطينيين بدور يوحد الفلسطينيين وبعد انتهاء النزاع. معي ودعني أتحول إلى القدس، ومن هناك ينضم إلينا عبر زوم سيد خليل تفكجي، عضو الوفد الفلسطيني المفاوض سابقا. كيف توصف ربما هذه المحادثات التي تجرى على سياق أمريكي موسع بشأن مستقبل هذه المنطقة بعد انتهاء الحرب؟ هل انتهى اليوم الأول حتى نبدأ في اليوم الثاني؟ يعني ما زلنا في معركة ما زالت لم تحسم حتى هذه اللحظة، هذا بالدرجة الأولى. إذا نظرنا إلى اليوم التالي، نحن نعرف أن كان هنالك مفاوضات ما بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني لمدة 30 عاما من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. كل ما جاء في ذلك أن مردخاي كيدار، وهو أحد الأكاديميين الإسرائيليين، طرح دولة التجمعات أو دولة العشائر والقبائل في داخل الضفة الغربية، ولا يتكلم عن سلطة فلسطينية.
وبالتالي ما يحدث الآن في قطاع غزة بأن هنالك ستكون دولة فلسطين، دولة أو تجمعات فلسطينية أو تحت الإشراف الإسرائيلي أو تحت الإشراف الأمريكي أو الإشراف الدولي. لكن حقيقة نحن الآن ننظر أن قطاع غزة هو جزء من أراضي احتلت بعد عام 1967، وهو جزء من الضفة الغربية التي احتلت بال 67، وبالتالي لماذا نركز على قطاع غزة ولا نركز على داخل الضفة الغربية التي هي أيضا محتلة؟ أنا حقيقة عندما أنظر في خلال المفاوضات التي بدأت في عام في مدريد وواشنطن حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، بأن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة العبرية وعاصمتها القدس الشرقية هي الحل الأمثل لكل شيء. لكن حتى هذه اللحظة لاحظنا بأن الجانب الآخر وهو الجانب الإسرائيلي قتل رجل السلام رابين، وفي نفس الوقت زاد عدد الاستيطان في داخل الضفة الغربية، وفي نفس الوقت أيضا قوض السلطة الفلسطينية في داخل الضفة الغربية، وفي نفس الوقت هي ظهرت أن هنالك في قطاع غزة كأن هنالك دولة أخرى وهي دولة حماس. حقيقة الجزء الآخر الذي نتكلم به الآن عندما نفكر في المستقبل، المستقبل واضح تماما بأن إقامة دولة إلى جانب دولة الإسرائيلية هو الحل الأمثل، وغير ذلك من الحلول هو إعادة مرة أخرى لعملية الحروب مرة أخرى في تاريخ هذه المنطقة. طيب ابقى معي ودعني استطلع رأي ضيفي من تل أبيب سيد لون لائيلا دبلوماسي والمدير العام الأسبق لوزارة الخارجية الإسرائيلية. من جديد أرحب بك. لأي مدى ما يطرحه ضيفي من القدس هو مقبول على الصعيد السياسي الإسرائيلي؟ أتحدث على صعيد القرار، اتخاذ القرار. أولا هنا في إسرائيل في الوقت الحالي لا حديث حول فترة ما بعد النزاع البتة، ونحن بشعور عارم بأعداد الرهائن والضغط من أسر الرهائن مدعومة بضغط من الجمهور. إذن أعتقد أن اليوم كان من أكثر الأيام دموية وصعوبة في أيام المعارك منذ 8 أكتوبر. إذن إسرائيل مشغولة بهذه المعركة، ولكن إسرائيل متمثلة في هذه المرحلة برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو تحدثت عن مستقبل غزة بعد الحرب. إذن لا اتفاق بين أعضاء من فضلك دعيني أنهي كلامي. ليس هنالك اتفاق داخل إسرائيل حول حقبة ما بعد النزاع في داخل حكومة الحرب. نتنياهو يعزل أي إمكانية، يتغاضى عن أي إمكانية لانخراط السلطة الفلسطينية. وداني غانتس وهو عضو مهم جدا في حكومة الحرب وهو زعيم المعارضة يفكر بطريقة مختلفة. غانتس يعتقد بأن السلطة الفلسطينية والفلسطينيين يجب أن ينخرطوا في ذلك. إذن في الوقت الحالي الحكومة تركز على محاولة إزالة حماس من السلطة في حماس وإعادة الرهائن، ولم يبدأ بعد بالتعاطي طيب مع أمور لا يتفق يعني عليها. وضحت وجهة النظر الخاصة بك، وأيضا هذه النقطة التي وددت أن تقوم بتوصيلها، وهي أن هناك آراء لكنها ليست مؤتلفة على شيء واحد بالنظر إلى اختلاف الرؤى ما بين غانس ونتنياهو. أذهب إلى ضيفي من الولايات المتحدة مرة أخرى. سيد روبن، ما جدوى الحديث من الولايات المتحدة عن مستقبل ما بعد الحرب إن كانت النظرة قاتمة سواء من الجانب الفلسطيني أو الجانب الإسرائيلي؟ للولايات المتحدة مسؤولية تجاه كل حلفائنا وشركائنا في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في هذا الوقت، للتأكد من أن الجميع ينتبه إلى هذه المسألة، بأننا لن نقع
في فخ ما يحدث الآن من قتال، وبأننا سنخفق بتأييد ودعم أصدقائنا وحلفائنا في فلسطين وفي العالم العربي من أجل مساعدتهم على أن يكون النهار التالي نهار أفضل. إذن من المناسب للقادة السياسيين والجمهور في إسرائيل بالتركيز على الحرب، لا شك في ذلك، وعلى المختطفين من الإسرائيليين، ومن المناسب لإسرائيل أن تتحدث عن ذلك. ولكن الولايات المتحدة كونها مؤيد طويل الأمد لعقود للإسرائيليين والفلسطينيين، يجب أن تفكر الحكومة الأمريكية بإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة، وأن نتأكد بأننا نفكر في اليوم التالي ما بعد النزاع. أيضا أضيف شيئا آخر، بأننا لدينا سفينتين حربيتين حاملات طائرات في الشرق المتوسط، وتعترض صواريخ من أذرعة إيران والحوثيين وكيانات أخرى من العراق وسوريا. فنحن منخرطون جدا في هذه المنطقة الآن، وبذلك الولايات المتحدة لهذا السبب تنخرط في هذا الحديث. ستأتي اللحظة التي سيكون فيها القادة السياسيين الإسرائيليون سيتحدثون عن ذلك، ويجب التأكيد على هذه اللحظة. طيب، أعود مرة أخرى إلى ضيفي من القدس. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية ربما في رغبتها على يوم تالي أفضل بحسب ما وصف ضيفي من واشنطن. هل التوافقات السياسية قد ترسخ لإنهاء هذه المرحلة العسكرية؟ أي موافقات سياسية تقصدين؟ الإسرائيلية الفلسطينية أم الإسرائيلية الأمريكية الفلسطينية؟ الثلاثية، وإن كانت هناك أطراف إقليمية أخرى ضالعة. بالتأكيد، لأنه الجانب الأمريكي، لولا الجانب الأمريكي لأخذ الضوء الإسرائيلي، أخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية لما استمرت الحرب حتى هذه اللحظة. لأن الولايات المتحدة الأمريكية لها النفوذ الأكبر، وكما ذكر زميلي في واشنطن عندما قال أن حملة الطائرات الموجودة والأسلحة تدافع عن الجانب الإسرائيلي ولا تريد أن يكون هنالك في هذه المنطقة حرب إقليمية، بل بالعكس تماما، هي تريد أن تحل هذه المشكلة في الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت أيضا هي تريد أن تقول للعالم بأن أمريكا هي موجودة. نعم، هي أمريكا موجودة هنا، سواء كنا موجودين في داخل الشرق الأوسط، ونحن نقول يجب أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية منصفة. هل قتل 20,000 طفل أو بني آدم في داخل قطاع غزة، تدمير قطاع غزة، هو جيد بالنسبة للجانب الإسرائيلي؟ هل إزالة حماس، ستتم إزالة حماس؟ حماس هي جزء من الشعب الفلسطيني، جزء من الوطن، جزء من الفكر الفلسطيني الموجود، جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية. نحن، أنا كإنسان ضدها كفكر، لكن هي جزء من هذا المجتمع الفلسطيني، لا يمكن إزالتها ولا بشكل من الأشكال. وبالتالي هو يريد أن يبادر للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أيضا، ماذا يحدث الآن في داخل الضفة الغربية؟ لماذا لا نذكر الضفة الغربية؟ يوميا قتل في داخل الضفة الغربية وعملية اقتحام، وأين حماس في داخل الضفة الغربية؟ إذا زملائنا أو أصدقائنا في الجانب الإسرائيلي عندما يتكلم عن قضية إزالة حماس وغير إزالة حماس، حقيقة ويتكلم عن إبادة للشعب الفلسطيني. ابقى معي ضيفي عند هذه المرحلة، ودعني أتوجه بهذا الطرح الذي ذكرته للتو إلى ضيفي مرة أخرى من تل أبيب، سيد ألان لئيل. يعني كيف ترى هذا الطرح، أن حماس هي جزء من الكيان الفلسطيني، وأن إنهاء حماس يعني إنهاء أو إبادة الفلسطينيين جميعا؟ لا أتفق مع هذا الطرح أبدا. ونرى اليوم، حتى اليوم نرى فلسطينيين في قطاع غزة يتمردون ضد حماس، نرى اشتباكات في الأرض بين المدنيين الفلسطينيين ضد حماس، ويرمون الحجارة ويطلقون النار على عناصر حماس. إذن ليس كل قطاع غزة مع حماس، وليست كل الضفة الغربية مع حماس، وليس كل الشعب الفلسطيني مع حماس،
ونحن أبدا لا نسعى إلى تدمير الشعب الفلسطيني. ولكن أريد أن أشير إلى نقطة بالنسبة للأمريكيين. أتفق بأن الأمريكيين منخرطون مباشرة بما يحدث. هم عسكريا على الأرض، وهم جزء كبير من صفقة إطلاق سراح الرهائن. وهذا بأنه أيضا لا يمكن للولايات المتحدة بأن تملي على إسرائيل حل الدولتين. عليك أن تتذكري من سيقود إسرائيل بعد 3 أشهر. سيكون نتنياهو بعد 2 شهر. ولكن عندما تنتهي الحرب ربما سيكون خارج الحكومة، ولا نعرف من سيكون قائد إسرائيل. عندئذ قد يكون زعيم إسرائيلي يتفق مع طرح حل الدولتين. لعشر سنوات حاول نتنياهو قتل هذا الطرح، ولكنه ليس لوحده في إسرائيل. إذن علينا أن نرى كيف ستنتهي هذا الحرب من منظور حماس ومنظور إسرائيل، وعلينا أن نأمل بأن الأمريكيين سيضغطون على الطرفين، على الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي. وأنا طبعا أؤيد فكرة حل الدولتين. شكرا لك ضيفي من تل أبيب سيد ألون لائلة، دبلوماسي الإسرائيلي والمدير العام الأسبق لوزارة الخارجية. شكرا كذلك من الوصول لضيفي من القدس سيد خليل تفكجي، عضو الوفد الوطني الفلسطيني المفاوض سابقا، وأيضا دبلوماسي الأمريكي السابق والمساعد الأسبق لوزير الخارجية الأمريكي جويل روبن. كنت معنا مباشرة من واشنطن. شكرا لكم جميعا.